أزمة جديدة تهدد صحة المصريين بسبب نقص الدولار. سوق الدواء في مصر يواجه خطرا غير مسبوق في تاريخه، ويشتكي المواطنون من نقص بعض الأدوية الهامة من سوق الدواء، وهو ما دفعهم لتوفيرها عبر اللجوء إلى السوق السوداء، بجانب ارتفاع حاد في أسعار بعض الأصناف. وقد اشتعلت تلك الأزمة بعد أن قررت الحكومة خفض فاتورة استيراد الدواء بغرض توفير العملة الصعبة التي تواجه مصر عجزا كبيرا فيها. ومؤخرا خفضت الحكومة حجم الاستيراد بنحو مليار دولار، ليخرج مسؤولون عبر وسائل الإعلام المصرية ويصفوا أزمة نقص الدواء بأنها مؤامرة على الدولة المصرية وإلقاء اللوم على المرضى. وقال رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية أن الشكاوى من نقص الأدوية في السوق المحلي سببه اعتياد المرضى على الاسم التجاري للدواء وليس الاسم العلمي. ومن الجدير بالذكر أن أزمة نقص الدواء تهدد حياة الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة داخل الدولة، الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الأدوية في ظل الأزمة الحالية.